ارحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك بالسيادة المشاهدين. بعد 10 سنوات من ثورة 30/6 في عدد من المشروعات، من شوية أنا اتكلمت على المشروعات الزراعية، حاجات خاصة بالصناعة، حاجات خاصة بمجالات التعدين وما إلى آخره. لكن لو اتكلمنا في الفلسفة اللي تمت خلال السنوات اللي فاتت فيما يخص المشروعات الجديدة وأولوياتها. طيب، هو يعني الفترة الأخيرة بقت شايفة عدد كبير جدا من الانتقادات موجهه للمشروعات القوميه. يعني لو احنا رجعنا لسنه 2010 مثلا وجيت تكلمي الناس عن هو ايه الناقص في البلد، يقول لك الناقص في البلد الطرق مش كويسه، المواصلات مش كويسه، الكهرباء مش كويسه، المايه مش كويسه. لكن مع كثافه المشروعات اللي بتحصل الناس بقى عندها استفسارات عليها، خاصه انه الناس شايفه مشروعات متفرقه بتحصل، مش شايفه واصله بينها، مش شايفه ايه الحاجه اللي بتنظمها. لكن لو حضرتك يعني اخذنا خطوتين كده لورا علشان نشوف الصوره الكامله اللي بيحصل في مصر، الناس يعني ايه هيحصل عندها هدوء. اولا هو ايه فلسفه اللي بيحصل؟ فلسفه اللي بيحصل انه اولا بعد يناير ويونيو كان عندنا مشكله كبيره جدا حاصله في الاقتصاد. الاقتصاد كان متباطئ للغايه، الدنيا حرفيا كانت واقفه، عندنا معدل نمو سكاني اكتر من 2% ومعدل نمو اقتصادي عند 2.5%، وده معناه ان احنا هيبقى عندنا بشر يلتهموا كل اللي بيحصل في مصر، كل التنميه اللي بتحصل في مصر. وهنا كان لازم الدوله تتدخل بسرعه كبيره جدا علشان تزق الاقتصاد علشان يتحرك. طب الدوله تتدخل ليه؟ ما هو حد من الاثنين لازم يتدخل، يا اما الدوله تتدخل يا اما القطاع الخاص يتدخل. القطاع الخاص في وقتها زي ما حضرتك عارفه في سيوله امنيه، ما فيش استقرار في المجتمع، ما حدش هيحط فلوسه اطلاقا في دوله مش مستقره. طب لو انا ما حدش هيحط فلوسه من القطاع الخاص، هنفضل نقف نتفرج على اللي بيحصل؟ لا، لازم الدوله تتدخل وتتدخل بشده. الدوله تدخلت وعملت نوع المشروعات اللي يناسب الدوله، المشروعات القوميه الكبيره جدا اللي بقى احنا بنتكلم عليها دلوقتي، مدن جديده، طرق جديده، محطات كهرباء، محطات ميه، اللي هنستعرضها دلوقتي مع حضرتك. يعني الدوله دخلت عشان تعمل ده، علشان اولا تزق الاقتصاد وتدفعه لقدام وتشغل الناس اللي كان معدل البطاله بتاعهم وصل لاكثر من 13%، وتخلق نوع من انواع الحراك في المجتمع علشان تبدا تفتح مجالات جديده للعمل. ده يحصل ازاي لو الدوله ما اتدخلتش؟ يحصل بطريقه واحده بس، انه الدوله لازم تتدخل وتتدخل بقوه علشان تزق الدنيا دي لقدام. المشكله مش في كده، المشكله ان المشروعات دي لما اتعملت والناس بدات تشتغل، بداوا الناس يعني طب انت عمال تبني دلوقتي مشروعات، طب انا فين المستقبل؟ عشان كده تلاقي حضرتك كلام كتير جدا عن الصناعه، وفين يا جماعه الصناعه من المشروع بتاعنا دوت؟ فين الحاجات اللي انت مجهزها لقدام؟ انت عمال تبني دلوقتي مشروعات للنهارده بتشغل بيها ناس النهارده وسايب قدام، وده بقى مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لانه البلد كانت ماشيه في الاثنين مع بعض، بتشغل النهارده عشان تبني قدام. ازاي بقى؟ ده اللي ممكن نستعرضه دلوقتي. لو جبنا اول سلايد حضراتكم بتاعت المدن كده، حضرتك عارفه ان احنا عندنا دول 24 مدينه اللي بلون اخضر واللي بلون اصفر، دول 8 مدن جداد، دول المدن اللي مصر بتبنيها وهتبنيها في المستقبل. اولا دي اكتر حاجه واخده نقد في المشروعات القوميه، انت بتقول مدن جديده، اللي بالاخضر دي اللي اتبنت دلوقتي، دي اللي اتبنت خلاص، اللي اتبنوا وبتبنوا، واللي بالاصفر دول اللي مخطط بنائهم بعد كده. فالاخضر دي الحاجات اللي اتبنت خلال 10 سنين اللي فاتت، والاصفر اللي لسه هيتبني. تمام. لو حضرتك خدت بالك كده هتلاقي توزيع المدن دي، عشان ده هتلاقي نمط المشروعات القوميه كله اللي جاي عشان حضرتك نفهم الفلسفه. نمط المدن دي هتلاقيها متوزعه كالتالي، المدن دي على البحر الاحمر وعلى البحر المتوسط، وهتلاقي المدن بتاعت الدلتا بتربط بين البحرين. وهتلاقي كل المدن الجديده بتتركز حوالين العاصمه الاداريه الجديده. يبقى احنا كده نمط المشروعات بتاعنا اللي جاي كله ان هي بتربط البحر الاحمر والبحر المتوسط. ليه؟ انا هقول لحضرتك دلوقتي حالا. نروح اللي بعده. اللي بعده يا مصطفى، هتلاقي حضرتك ده المواني، هتلاقي طبعا المواني لازم كده كده تربط البحرين، البحر الاحمر والبحر المتوسط، مفيش فيها حاجه. نروح للمواني البريه، هتلاقي حضرتك بتعمل نفس الدور برضو. هتلاقي حضرتك انه عندنا المواني بتاعتنا بتربط الحدود طبعا بتاعتنا بقى في الثلاث اتجاهات، مع انه على البحر الاحمر تحت وعلى البحر المتوسط فوق اهي قدام حضرتك النقط، وهتلاقي تركز المواني البريه كلها برضو حوالين العاصمه الاداريه الجديده. نروح للي بعده، المطارات، هتلاقيها نفس الوضع بالظبط. هتلاقي حضرتك المطارات متوزعه على طول ساحل البحر الاحمر وعلى طول ساحل البحر المتوسط وحوالين المدن. وطبعا في عندنا في منهم مطارات جديده، أيوة، اللي باللون هتلاقي انا بس مش شايف الالوان، في مطارات جديده ومطارات اتطورت. تمام. يعني انا بس هنا ده حتى تطوير المطار ده مشروع قومي، يعني مش بس انا ببني، ده انا بطور كمان القديم. وده على فكره نمط عام حتى في المدن، حتى المدن الجديده دي، المدن اللي قدام حضرتك دي مدن الجيل الرابع،
مدن الجيل الثالث اللي بناها اللي اتبنت في قبل 2010 بتتطور، يعني التجمع وهكذا بتتطور، المدن القديمه جدا المنصوره وكفر الشيخ بتتطور، يعني مصر بتطور القديم وبتبني جديد. ليه؟ علشان اصلا انا حركه التنميه بتاعتي وحركه النمو بتاعتي ما ينفعش معاها خالص ان انا اسيب القديم، فاحنا الاثنين شغالين مع بعض. بالتوازي، تمام. تمام؟ نرجع تاني. ده اللي قدامنا كان المهارات، ده السكه الحديده، هتلاقي برضو نفس الموضوع، يعني خد حضرتك احنا كده عندنا ايه؟ مدن فوقها مطارات، فوقها مواني، فوقها سكه حديد، بتعمل نفس الدور بالظبط بتاع قبل كده. هتلاقي حضرتك انه البحر الاحمر كله عليه خط سكه حديد رابط بالبحر المتوسط، وده طبعا القطر اللي الناس كلها بتتكلم عنه، لو عندنا وقت ممكن المونوريل. نتكلم عنه في الاخر، القطر القطار الكهربي السريع. وهتلاقي حضرتك انه القطارات، شبكه القطارات واصله من فوق خالص، من عند يعني الساحل الشمالي الى جنوب، الى الجنوب خالص عند اسوان. وكده برضو نفس النمط تاني، هتلاقي حضرتك شبكه السكه الحديد بتتركز حواليها كلها، حوالين العاصمه الاداريه الجديده. يبقى احنا كده عندنا نمط من المشروعات، مش زي ما الناس فاهمه ان الموضوع بشكل عشوائي. انه قصدك عشوائي، انه انا ببني طريق في اي حته، ببني كوبري في اي حته، طب ببني الهدف ايه بقى من الفلسفه الحاجات اللي حضرتك عملت ده تربط بقى فيها دي؟ اللي حصل قدام حضرتك ده بيحصل علشان يخدم على مشروع قومي ضخم للغايه، هو التحول لمحور لمحور اقليمي لتداول الطاقه. يعني ايه محور عالمي اقليمي لتداول الطاقه؟ ده عاوز مصر تتحول، وهقول لحضرتك ده ايه علاقته باللي انا بقوله، يعني هو يمكن الموضوع بعيد اهو، هقول لحضرتك حالا دلوقتي. ده عاوز مصر تتحول دلوقتي، لان هي يبقى دورها ان هي تنقل الطاقه اللي جايه من مناطق الفايض زي مثلا المملكه العربيه السعوديه وافريقيا لاحقا الى مناطق العجز في اوروبا وفي الشام، وتنقل كهربتها اللي هتولدها بعد كده، هو حضرتك برضه هتولدها زي دلوقتي، الى نفس الاماكن. وبالتالي مصر يبقى عندها مصدر ثابت للدخل، ما بتاثرش بشكل كبير باللي بيحصل في العالم. احنا اصلا مشكلتنا ايه دلوقتي؟ مشكلتنا ان احنا عندنا انكشاف على العالم، يعني دلوقتي مثلا لما بيحصل تردي الاوضاع الاقتصاديه في العالم، بيحصل ارتفاع الاسعار الفائده زي الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، مصر بتعاني، مع ان احنا مالناش دعوه باللي بيحصل. يعني مثلا لو لا لينا، لانه في استيراد من الخارج. في اعتماد. اقول لك ان انا مش مساهم في اللي بيحصل في حاجه، انا متلقي للحدث، يعني انا الاوضاع عندي ساءت من غير مثلا خطا من الاداره، من غير مشكله الاداره عملتها، ومع ذلك انا بدفع تكلفه حرب بتحصل في روسيا واوكرانيا. والروس والاوكران نفسهم مش مضرورين زي ما مضرور، لانه هم مصدرين للمواد الخام او السلع اللي ارتفع ثمنها، فاستفادوا هم من الحرب وانا مضرور مع اني ما حاربتش، بس عشان انت معتمد عليهم بس كده. فمصر عاوزه تعمل ايه دلوقتي؟ عاوزه تقلل انكشافها على ده. نقلل انكشافنا ازاي؟ يبقى بنبيع سلعه طول الوقت الطلب عليها عالي للغايه، موجوده جدا. مثلا دول الخليج دلوقتي الدنيا عندهم كويسه، ليه؟ لانه بيبيع سلعه الطاقه اللي طول الوقت عنده طلب عالي عليها جدا، العالم بقى في ركود، العالم سعر السلعه يرخص لكن يفضل شغال. مصر بقى بتبيع طاقه للمستهلك النهائي، بتبيع طاقه في صورتها الاخيره اللي هي ايه؟ كهرباء، مش مجرد بس ان احنا عاوزين نبيع بترول. حضرتك بقى لو جينا نشوف ده عشان يحصل، نرجع تاني، ده عشان يحصل ازاي؟ هتلاقي حضرتك انه مصر قبل 2014 كان عندها عجز، النقط الحمراء اللي فوق دي بتبين لحضرتك العجز. وصلنا في اغسطس 2014 لان عندنا عجز 6 جيجا كهرباء من 24 جيجا القدره بتاعتنا، يعني تقريبا ربع القدره بتاعتنا كنا فاقدينها. اللي حصل ان مصر دخلت في مشروع كبير جدا عشان تطور قدراتها على انتاج الطاقه، وانا بكلم حضرتك دلوقتي احنا عندنا حوالي 60 جيجا 58 جيجا في العادي يعني، واحنا بنستهلك منهم حوالي 34 33 34 جيجا عند فايض قدره 26 جيجا. يعني انا اقدر دلوقتي حالا انور مصر جنب مصر. هل احنا بنطلع بنحرق الكهرباء دي؟ ما بنحرقهاش، احنا نقدر نطلعها زي ما اكون كده سايق عربيه على سرعه 80 كيلو متر وانا اقدر اوصلها ل 130 كيلو متر، لو وصلتها هدفع كهرباء ازيد او هدفع يعني بنزين ازيد، فانا عندي القدره ان انا اطلع الطاقه دي. الطاقه دي ممكن تروح فين بقى؟ دي الطاقه اللي احنا عاوزين نبيعها. لو رحنا للسلايد اللي بعدها هتلاقي حضرتك انه مصر علشان توصل للقدره دي عملت ده بقى المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها، المحطات بتاعت سيمنز الثلاثة، الجزء الأصفر اللي في النص ده مقدار الطاقة اللي أضافت، القدرة اللي أضافتها محطات سيمنز الثلاثة لقدرة مصر على إنتاج الكهرباء، 14 جيجا وات. خد بالك حضرتك، أنا كنت بقول لك إن القدرة قبل ده كانت كلها 24 جيجا وات. الثلاث محطات دول أضافوا تقريبا أكتر من 60% من قدرة مصر التاريخية. 60% من قدرة مصر التاريخية. طب أنا أضفتهم بقى نزاهة؟ يعني أضفتهم كده علشان أنا عاوز أضيفهم؟ لا، ده أنا عشان هبيع القدرة اللي طالعة منهم، وأوري حضرتك هنبيعها إزاي دلوقتي. نروح للسلايد اللي بعدها. المحطات لما اتضافت دي الجراف ده بيوري حضرتك تكلفة إنتاج الكهرباء. هتلاقي حضرتك في الأول اللي هو قبل 2014 كانت تكلفة إنتاج الكهرباء عالية. قلت تكلفة إنتاج الكهرباء إزاي؟ تكلفة إنتاج الكهرباء بالبترول أو بالغاز.
هتلاقي حضرتك ان قبل كده المحطات بتاعتنا ما كانتش قادره ان هي تنتج كهربا كويس، كانت بتتكلف كهربا كتير. المحطات الجديده لما جت قللت انتاج الكهرباء لانها اكفأ بنظام اسمه نظام الدوره المركبه، بيطلع حوالي 180% بنفس الكميه. بالتالي انا بقيت اقدر اعمل ايه دلوقتي؟ اقدر انتج كهربا اكتر بتكلفه اقل. الفايض ده هيروح فين؟ هوري لحضرتك دلوقتي. روح انا دلوقتي. بقدر انتج عن طريق ده كهرباء اكتر بطرق تكلفه اقل، اقل. طب بغاز اقل. وده معناه انه المفروض اسعار الكهرباء المقدمه للمواطن تقل، ما هو صح؟ كمان تمن الغاز زايد، يعني لو حضرتك شفت دلوقتي المشكله. ما مش انا بعمل ايه دلوقتي حضرتك؟ انا عشان اطلع كهرباء بعملها زي لغايه وانا بكلم حضرتك دلوقتي، لانه مصر عندها ده اللي كانت السلايد اللي بعدها. احنا دلوقتي ما عدناش عاوزين ننتج كهرباء من الغاز، عاوزين نطلع 42% من الطاقه بتاعتنا من الشمس علشان نقلل ثمن الكهرباء. ولما نقلل ثمن الكهرباء نقدر ندي، لان محطات الحراريه او المحطات اللي بتستخدم الوقود يعني طول الوقت عاوز وقود، لكن محطات الطاقه الشمسيه اللي كنت هوريها لحضرتك دلوقتي حالا دي مجان تكلفتها ده ولا حاجة في مفروض. انشائها في الاول بس بعد كده خلاص بس بتديك طاقة تقريبا بالمجان. بتكلفه التشغيل بتاعت الصيانه بتاعتها والناس اللي بيشغلوها. وبالتالي لما يحصل دوت هيبقى عند مصر قدره كبيره جدا ان هي تبيع وان هي تدي للناس كهرباء بثمن قليل للغايه. لو حضرتك شفنا بقى السلايد اللي بعدها هتلاقي حضرتك ده قدره مصر. خلينا هنا ده قدره، لو رجعنا للسلايد اللي قبلها هتلاقي انه ده اسمه اطلس شمسي بيوري لحضرتك قدرات مصر على انتاج الطاقه الشمسيه. دي كل المناطق، اعتقد المناطق الاورنج شويه دي المناطق اللي بيبقى فيها الشمس عاليه قوي، صحيح، صح؟ كل ما المكان احمر كل ما كان قدرته اكتر على توليد الطاقه الشمسيه. دي هتلاقي اكتر حضرتك مناطق فيها بس ارتفاع كده، في درجات الحراره. فده معناه ان مصر قادره ان هي تطلع كميات كبيره جدا من الطاقه الشمسيه. وعلى اقليم بقى الاقليم مصر زي ما حضرتك عارفه كله صحراء يمين وصحراء شمال، بالتالي المناطق دي اصلا فاضيه مفيش فيها عوايق خالص. وبالتالي قدرات مصر، لو حضرتك بقى رحت للسلايد اللي بعدها هتلاقي ان مصر عندها قدره كمان اللي بعدها هتلاقي السلايد، هتلاقي حضرتك ان مصر عندها، معلش كمان اخر واحده، السلايد اللي بعدها هتلاقي حضرتك ان مصر عندها قدره ان هي ده المناطق بتاعت انتاج الطاقه اللي موجوده دلوقتي. هتلاقي حضرتك بنبان تحت كده دي بتطلع، وانا بكلم حضرتك دلوقتي 2 جيجا وات اللي هي اكبر من قدره السد العالي. وعندنا منطقتين تانيين في شرق المنيا وفي شرق النيل وغرب النيل في المنيا وفي سوهاج عندهم قدرات ان هم يطلعوا الاثنين مع بعض حوالي 34 جيجا وات، يعني قد قدره مصر الموجوده دلوقتي كلها. الطاقه دي هتروح فين بقى؟ لو حضرتك رحت للسلايد اللي بعدها ده الشبكه بتاعت الكهرباء اللي مصر عملتها من بعد 2014. لو حضرتك شفتي الصوره اللي على اللي هي على اليمين، انا اسف اللي على الشمال، مش عارف دي هتبقى على الشمال ولا على اليمين، بتاع اللي هي الصوره الفاضيه عموما يعني اللي فيها خطوط اقل، دي شبكه على الكهرباء الشمال. في الشمال دي في 2010. لو حضرتك شفت الصوره الثانيه هتلاقيها دي بتاعه 2000 من بعد 2014. لو حضرتك بقى بصيتي على الصوره، لا معلش ارجع ارجع تاني، يا مصطفى. لو حضرتك بصيتي تاني هتلاقي ان الشبكه الكهربائيه دي جايه علشان تعمل نفس الدور اللي كانت بتعمله المشروعات القوميه اللي قبل كده بالظبط، المدن والطرق والمواني وكل حاجه. هتلاقي حضرتك ان هي بتربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر وبتتركز كلها حوالين العاصمه الاداريه الجديده، وما بتربط كمان مناطق انتاج الطاقه وهتلاقيها واصله لغايه اسوان تحت. يعني ده جاي علشان يدخل، وده اللي هوريه حضرتك بعدها بثانيه واحده، ثانيه بس. حضرتك هتلاقي هنا انه بقى عندنا مشروعات الطاقه الكهربائيه، مشروعات التوليد، مشروعات المدن، مشروعات السكك الطرق، ولسه هوريه حضرتك دلوقتي حالا الطرق، ومشروعات المطارات والمواني كلها جايه علشان تخدم على مشروع هيدخل لمصر طبعا يعني عوائد ضخمه جدا، لان مصر هتبيع قدراتها من الطاقه وقدره الاقليم كله سواء بقى من افريقيا سواء من اسيا هتبيع. لو جيت حضرتك للسلايد اللي بعدها هتلاقي السلايد موضح لحضرتك دي الشبكه اللي مصر عاوزه تعملها علشان نقل الكهرباء. هتلاقي حضرتك مصر بتنقل، مصر هي المربع الاحمر اللي حضراتكم شايفينه ده، هتلاقيها عندها خطط عشان تنقل كهرباء دول الخليج. زي ما حضرتك عارفه دول الخليج كلها متصله مع بعضها بشبكه اسمها شبكه الربط الكهربائي الموحد. المفروض ان مصر هتاخد كهرباء دول الخليج كلها، واحنا خلاص وقعنا مع المملكه العربيه السعوديه في في اكتوبر 21 اللي فات علشان نبني خط علشان نتبادل الكهرباء معاها، وعندنا خط عشان نبني مع قبرص. لو حضرتك رحت اللي بعده هتلاقي ده طبعا عناوين الصحف الاجنبيه اللي بتاكد يعني اللي انا بقوله. لو رحنا برضو اللي بعده هتلاقي حضرتك ده خط الكهرباء اللي هينقل اول كهرباء خارجه من قاره، يعني اول كهرباء خارجه من عندنا احنا لقبرص ثم اليونان، وده هينقل 3 جيجا وات قدره مصريه ب 3 جيجا وات، وده يعني جزء يسير من القدره اللي فايضه. لو رحنا للسلايد اللي بعدها كمان هتلاقي ده حضرتك الخط اللي هينقل الكهرباء من السعوديه الى مصر، ومنها الى، وبرضه هتلاقي حضرتك رايح للعاصمه الاداريه الجديده، ومنها الى الـ اوروبا عن طريق الخط اللي حضرتك شفتيه. العاصمه الاداريه الجديده هنا فلسفتها ايه؟ العاصمه الاداريه ده لو حضرتك استنى ثانيه واحده بس،
قبل ما نشرح هنا، العاصمه الاداريه الجديده فلسفتها انه احنا عشان ننقل كميات الطاقه الضخمه دي كلها عاوزين بنيه تحتيه مختلفه تماما. انا عاوز اقول لحضرتك ان دي جيجات، لكن لو حضرتك لما نروح للسلايد اللي بعد اللي كانت موجوده دلوقتي هتلاقي حضرتك ان مصر داخله في حاجه اسمها السوبر جريد، الشبكه الكهربائيه العالميه. يعني لو رحنا لها هتلاقي حضرتك انه مصر داخله في مشروع لنقل الكهرباء في العالم. المفروض الشبكه دي شبكه نظريه هتكتمل في 2050، العالم كله هيتبادل كهربته، عاوز بنيه تحتيه مختلفه تماما. وبالتالي حضرتك ربطت كل المشروعات دي بان الهدف منها هو المشروع الرئيسي. ان انا اتحول يعني انا بشكرك جدا على ترتيب افكارك والحاجات اللي اتعرضت فيها فكر يعني بشكل منظم، وعرض كمان بشكل اكاديمي كمان منظم جدا جدا، ومعلومات كتير. بشكرك طبعا، شكرا جدا.